السلام الله عليكم، اهلا وسهلا بكم اعزائي اعزتي وفي تلمارك في كل مكان، في حلقه جديده من برنامجكم غلطه العمر. غلطه العمر كما عودناكم نستضيف في كل محطه لاعبا مسيرا مدربا حكما او واحدا من مكونات الكره المغربيه لنسائله حول مساره، نتوقف عند انجازاته لنخلص الى غلطه عمره. في حلقة اليوم نستضيف لاعب الجيش الملكي السابق محمد مسامح الذي خاض تجربة في مجموعة من الأندية المغربية وحمل قميص منتخب الشبان. في هذه الحلقة سنتوقف عند أخطاء هذا اللاعب الشاب. مرحبا بك سي مسامح معنا في هذه الحلقة. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك وشكرا لكم الاستضافة. قبل ما نبدأ الحوار معك مسامح، غنمشيو جميعا نشوفوا بورتري عليك، التجربة ديالك في الجيش الملكي في مجموعة من الأندية المغربية، ثم نواصل الحديث مع الروبورتاج. حين التحق محمد مسامح بمركزي تكوين لاعبي الجيش الملكي ترقصت أمام عيني الفتى أحلام النجاح، فقد كان يسابق الزمن ليصعد سلم البطولات دون أن يعلم أن القدر يتربص به في مفترق الطرق. ولأن الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية مدرسة لبناء شخصية اللاعبين على أسس صحيحة، فإن الصرامة كانت العملة المتداولة في قلعة العساكر. عجز مسامح عن مجاراة إيقاع صارم، فهام على وجهه بحثا عن فرصة أخرى في فرق من أصناف مختلفة. وهو اللاعب الذي وضع قدما في منتخب الشبان، لكن ما كل ما يتمناه المرء يجده. حين سدت في وجهه الأبواب اختار الهجرة السرية إلى أوروبا. ركب الأهوال هروبا من حبل يلف عنقه كلما اكتشف أن الكرة لم تنصفه. عند كل نقطة حدود يبحث الولد عن محاولة جديدة للخلاص، بعد أن سكنته فكرة الرحيل فلم يعد في الوطن متسع للحلم الجميل. شكون هو السي محمد مسامح؟ محمد مسامح عندي 35 سنة حاليا، لاعب من مدينة ابن أحمد معروفة بمزاب، بش مشوار كروي ديالي في فريق رجاء بيضاء وفتيان، مشوفقش معاه مكان الساكن. من بعد ديالها كنت مشيت درت تجربه في يوسفيه برشيد. من بعد يوسفيه برشيد كان جاتني المنددات من سي بشحي جمال فريق الجيش الملكي، ومن بعد فريق الجيش الملكي كانت سلسله من الفرق. شحال دوزتي مع لي فار؟ لي فار دوزت معاهم من 2000 حتى 2011. كان في منتخب وطني وكان ثلاثه الاعارات ليوسفيه برشيد. فهاد الفتره اللي لعبتي في كرة في البطولة الوطنية كانت المنادات عليك المنتخب الشبان. كانش عليا منادات مع في الفترة ديال من؟ الفترة ديال السي عبد الله الإدريسي والسي سعيد شيبة ومحمد مديح. لعبتي في مجموعة من الفرق المغربية، شوية كانت الفترة في ليفار أكثر، ولكن بحدك وأنت غادي من فرقة لفرقة وأنت كتنزل، يعني حتى ساليتي في الهوات. والحال انك كان عليك انك تبقى غادي طالع طالع طالع. انت لعبتي في منتخب الشبان، لعبتي في ليفار، كنتي حاضر في المحطات كبيره ديال كره القدم المغربيه مع فريق الجيش الملكي، ولكن في نهايه المطاف كتسالي في فريق ديال الهوات. فين كاين الخلل؟ الخلل شويه فيا، درت اغلاط انايا وشويه كانوا شي ناس كانوا كيسيروا، وهذه كره القدم في المغرب اي لحظه توقع اي حاجه. واخا انا غنبدا بالاخطاء ديالك وتسمح لي نعدد لك الاخطاء ديالك. انا ما نتكلموش على 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 محطه التالق ديالك. انك كانت عندك 17 18 بحال هكا وكتلعب في ليفار ولعبتي مع المنتخب ديال الشبان، سافرتي لعبتي في منافسات قاريه وانت باقي لاج ديالك لاج ديالك باقي صغير، يعني الناس كانوا كيتنبؤوا لك انك غادي توصل
يعني توصل سينيور وغتوصل هذا وغتكمل الخبره ديالك، ولكن ارتكبتي مجموعه من الاخطاء. طولتي ما طولتيش في ليفار؟ طولت شويه في ليفار، كان خصني نمشي في واحد الوقيته اللي كان خصني نمشي ما مشيتش، الوقيته اللي كان خصني ما نمشيش مشيت. امتى كان خصك تمشي وانت ما كان خصك؟ خصني نمشي فاش كنت ندخل واحد الوقيته منتخب شبان وخرجت جربت المستوى ديالي في يوسفيه برشيد واحد الاعراس، ولقيت راسي بمستوى كنلعب مع مدربين، يعني اي مدرب مشيت عنده كنلعب معاه ما عنديش مشاكل. تما كان خاصني نخرج، ديك الوقيته كان خاصني نخرج من فريق الجيش المعنوي. وكان خاصك تخرج ايضا باللي كيجيو شي مدربين كتحس بهم في الجيش بانهم راه ما غيلعبوش لي جو، راه باغي اللعاب الواجد، ما غاديش يبقى اكثريه. دابا اكثريه الفرق الكبار هكا كيديروا، يعني الدعاه خاصك لعاب واجد، كتجيب مدرب كيجي كيقول لك غتجيب فلان وغتجيب فلان وغتجيب فلان. هذا راه مزيان ودند راسه راه مزيان نقدر نحتاجه خليه معايا. ملي كتشوف راسك كتقول صافي كيبقى كتهضر معاه كتقول له واش محتاج ليا ولا ما محتاجش ليا، كيقول لك انا محتاج لك باغيك. ملي كتبقى واحد شويه ملي كتمشي للكره راك عارف اللاعب، ملي كتجلس واحد شويه كتمشي للكره صافي ملي كيبدا السنه صافي ملي كنحس براسي راه ما غاديش نلعب هكا كنمشي عندهم كنقول لهم خصني نمشي اعاره ولا. كنت في الجيش فريق في القسم الاول، ولكن فضلتي انك تمشي للفرق في القسم الثاني. فضلت على حساب كانت عندي مسؤوليه وكان عندي بزاف الحوايج، يعني كان خاصني مصاريف، كانت عندي الوالده ديالي كانت عيانه شويه الله يرحمها كنصرف عليها، داكشي علاش كنفضل نخرج من فريق الجيش الملكي. و كنخرج خرج غير في الوقيتات الحمد لله اللي ما كان والو في فريق الجيش الملكي، ما كان ولا القاب لا والو. الوقيته اللي كانت فيها الالقاب الحمد لله كاع حضرت لهم، القاب اللي داش فريق الجيش الملكي كاملين حضرت لهم مع الاصدقاء ديالي. من الجيش مشيتي من فريق الجيش الملكي كنت مشيت الخنيفره، مشيت الخنيفره لحقق معهم الصعود من الهواش الدوزيام ديفيزيون، من الدوزيام ديفيزيون بروميير ديفيزيون. يعني لعبتي مع ذاك الفريق ديال الناجم وناجم عبوبي معها عبوبي كانت ايكيب مزيانه ديك الساعه. ولكن ملي مشيتي لخنيفره عاود نوضتي مع الرئيس ديال خنيفره، وقع لك معاه مشكل؟ ماشي نوضت معاه غير واحد الغلط بسيط، ما كانش خصني نغلط مع ذاك السيد خيرو صاحب خيريه كنشكرو من هذا المنبر، ما كانش خصني نغلط معاه. وراك عارف الطيش ديال اللعابه والصغار وكيعيطوا لك فراقي وهكا بحال كتقول كتغى شويه الله يسمح لينا. عفوا انا غلطت، يعني انا اللي كان فيا الغلط انا في خنيفره ماشي في وعب. لا ماشي في الرئيس، كان فيا انا الغلط. من بعد عاود ثاني خديتي تجربه اخرى فريق في القسم الاول اللي هو النادي قنيطره، ما طولاتش؟ لا هذيك قبل ما نمشي لخنيفره. قبل خنيفره؟ قبل ما نمشي لخنيفره. حتى هي ما طولتيش فيها؟ ما طولتش، حدا كنت اعاره من فريق الجيش الملكي وكان مديري معايا باش يعطوني واحد القدر الفلوس، كان اللوزاني الله يرحمه مدير معايا عطاني واحد القدر الفلوس، بقيت كنتريني وصلت واحد 12 يوم وهكا صافي الله يجعل شي بركة، ما عطاونيش فلوس زيت الساك ديالي مشيت بحال هادشي. خصوصا كانت الاجواء مشي هذيك وما كانتش النتائج، راك عارف فريق نادي قنيطره راه فريق كبير. في البطوله الوطنيه. من هنا مشيتي لخنيفره؟ من تما مشيت لخنيفره، بعد خنيفره؟ بعد خنيفره كنت مشيت لقصبة شادله اللي حققت معاهم الصعود. كان وقع لي واحد الحادث، كان تغيير في حياتي تما. واحد الصديق ديالو الله يرحمه يونس فتحي تيجيو تاويا في الطوموبيل ومات هو. كان عندنا كان ديك النهار مسكين هو غادي يخطب واحد البنت جايبين لي دارهم من اكادير، وانا الغد كانت عند الوالده عمليه، كانت بغات دير عمليه على الدار ديالها، وقع المشكل توفى هو مسكين هذاك النهار، ونهار الاثنين توفات الوالده، ومن بعد كان توفى الولد ديالي اللي كنت دخلت في واحد الازمه اللي شويه صعيبه اللي كانت خلاتني ندير شي حوايج ما كانش خصني ندير. بحالاش؟ شي حوايج تعطيت شي حوايج، يعني ما يمكنش يديرهم لعاب كيلعب في بروميير ديفيزيون، يعني سديت على راسي باش ندير شي حوايج اللي خايبه. شحال المده اللي سديتي على راسك؟ سديت على راسي 10 شهور. 10 شهور راه تلف كوره ما بقاش عاقلها يعني. تلف شهور كي الحمد لله كنت في الصغر ديالي اصلا كنت كنتريني مزيان، والفورمه كترجع بالزربه فهمتي، عندك شعار 25 يوم ما ترينيش مزيان صباح وعشيه كليش مزيان هكا كنشد الفورمه بالزربه الحمد لله. تأثرتي من هذيك الحادثة؟ تأثرت بزاف، كانش عندي تغيير في حياتي بزاف. لأنك أنت اللي نجيتي من الحادثة. أنا اللي نجيت من الحادثة و هو مات سير بلاص يونس؟ في البلاصة، كناش دايرين الصمتة. كنتيش دايرين الحزام السلام. مسكين كان عنده مشكل هو وما فكرناش، هو ما فكرش مسكين مع تغيير الجمهور وبقاو كيهضروا بزاف. كان في هذيك المباراة شوية كان الجمهور كيحتج عليه. وخصوصا ديربي فهمتي، ديربي ديال شادلة وخنيفرة، يعني كتحسب ديربي تما، ديربي الأطلس.
كان شي مقابله شويه قاصحه وداك العام كنا درنا لامون طيحنا وخنيفره طلعنا بجوج كنش انا مع شادله وخنيفره طلعنا كان شويه قاصحه والاجواء ما كانتش هي هذيك مسكين كان مغير شويه في الطريق اش كان كيحكي لك قبل ما يموت كان بغي يبدل الاجواء ولا اش غادي نقول لك كان مغير ما والله ما حكى ما هضرش كاع بقى كيفكر راك عارف من كيعيروا لك والديك في التيران وهكا كيف قال بنادم ما يضعيفك ولا يعطيك ولا يعطيك شويه كتكون قاسي بعد هاد الفتره رجعتي لتادله لا ما عاودت رجعت كنت رجعت لتادله ما تفاهمناش كنت سيني بري كونطرا ما تفاهمناش صافي قلت غنمشي نجلس من احسن نمشي نجلس هي ديك العشرة اشهر اللي مشيت جلست فيها ديال البروميان ديفيزيون ما لعبتش معاهم كانش ديك السوقيشه عيط عليه هشام ادريسي كان جلت تادله ومن بعد مني مشى من تادله ومن جلست انا ديك السنه كان عيط عليا كان في جمعية سالة كنت مشيت عندو بريباريش مع واحد 20 يوم كنا لاعبين واحد الماتش ميكال مع وداد شمارة وطلعت مع سي بوطير شاور كنش حققش مع سعود في قنيفرة وقال لي واش ممكن تجي تلعب معايا قلت لي ممكن ولكن نشوف شي هشام ملي دارت مع سي هشام قلت لي راه ما مرشحش وهكا قال لي صافي على خاطري صافي ريزيليت معاهم بري كونترا ديالي ومشيت لشمارة سنة با ماتش با ماتش ما لعبتش معهم بزاف تمارا لعبت شويه ماشي بزاف لعبت شي 8 الماتشات هكاك حيت كانوا عندهم شويه مشاكل عارف مع المدرب نكتب شويه عاد فين مشيتي من بعد مشيت شباب استاذ زاك هذيك الغلطه اللي درت شويه فين مشيت شباب استاذ زاك بعيده كان شويه غلط كان خصني ندير غلطتي غلطت شويه كان خصني مشيت شباب استاذ زاك علاش حيت بعد المسافه ولا ماشي بعد المسافه كان خصني انا شويه نزيد في النيفو ما كانش خصني نهبط في النيفو وكان التفكير ما كاينش راك عارف انك تكون خارج من شي ازمه شويه قاصحه باش وما كاينش اللي غيعاونك عندك لا شحال دوزتي في اس الزاك دوزت 6 شهور تما 6 شهور من بعد اس الزاك كنت ساليت مشيت لواحد الفرقه في الناظور نهضه الزايو الزايو تما ختمت المشوار الكروي ديالي صافي الزايو كان صافي ما بقيتش مرتاح مسامح في الوقت اللي بديتي المشوار ديالك غادي تبدا ثاني تطلع تزوجتي كانت غلطه عمر تاعي ديالك لان هذاك الزواج تبعته مشاكل ما كانش خصني نتزوج غلطتي كانت غلطت كانت الوالده ديالي الله يرحمها كانت كتقول لي باغي نشوف وليداتك وهذا قبل ما نموت كانت عيانه شويه ما كانش خصني نتزوج حيت الزواج كان خربقني شويه عارف كاين المعجبين كيقول لك الزواج عند اللعاب مزيان يتزوج بكري يقدر يستقر مزيان من واحد الناحيه ولكن كاينين حوايج اللي خايبين في الزواج اللعاب بالنسبه للعاب اللعاب انا اللعاب عنده معجبين كاين جمهور كاين بزاف الحوايج كاين الناس في المكتب كاين مسؤولين كاين فهمتي يعني الزوجه خاصها تقبل اي حاجه كيولي تليفون الناس كتسول فيك كتهضر معاك شكون اللي عيط شكون اللي فيسبوك كتولي مرون في الطعام فهمتي التليفون هادي طيب في برشيد بديتي مزيان مع برشيد ولكن وقع لك واحد المشكل مع احد رجال الامن وليتي في مشاكل وليتي في صداع انت لعاب ديال الفرقه انتهيتي في السجن هذيك واحد الغلطه من الاغلاط اللي كبيره غلطه هذه في 2010 كنت في يوسفيه برشيد كنت اعاره من فريق الجيش الملكي وقلت نمشي نقرب شويه حدا الدار كنت مع سي محمد فاخر ما مشاتش معايا الكره قلت نمشي نقرب شويه حدا الدار المهم قربت شويه حدا الدار كان وقع لي داك المشكل حتى تناقرنا انا وداك السيد هكا وراك عارف ملي كتكون لعاب ولا شي لعيبه مشهور شويه كتكون شايف هكا ديك بحال نشاف العياقه بحال شي حاجه بحال واش راه دوزي غير على حق ديالك صافي وكنضرب شي واحد الشهر ديال الحبس كان شي واحد شويه مطراش فيه شويه ولكن كنت باقي صغير مشيتي للسجن ديال بن احمد دوز وشما كيفاش عشتي هذيك الاشواق عشتي نعاس عشتي نعاس وكورة نعاس لعبتي كورة تما لا؟ كنت كنلعب مع السجناء ما عنديش مشكل مع حتى شي حد حتى راه مشات شي قار ديالي كل واحد شات شي قار ديالو كنت كندوز كان جا رمضان ديك الساعة دوزت رمضان كنت كنخرج نتريني في العشية نلعب معاهم كورة صافي نرجع كتدخل راك عارف كيسدوا عليك الغدا عاوتاني هكا الفرقة دارت معاك شي حاجة ولا ما دارت معاك والو؟ داروا معايا حتى شي حاجة يعني ما راك عارف لا محامي لا لا والو خلوك منك لا محامي دار شويه الوالد الله يرحمه انت اللعاب ديالهم زعما واخا ما قال لكش شي واحد من غير غير صعيب شويه بعد التجربه ديال السجن خرجت كنت رجعت ليوسف ايش برشيد وصل شهر 12
رجعت الفريق ديالي قلت لي مدير خصني نخرج المهم ديروا معايا حل ما بقيتش باغي نقرر برشيد انا ندمش علاش مشيت تما ديروا معايا شي حل هكا قالوا لي صيفطوك اعاره حيت دابا راه ما يمكنش المدرب دير لاليس كان العامري دير لاليس ما يمكنش ندخلوا لي في التشكيله ديالو قلت لهم صافي صيفطوني كي فين بغيتي تمشي قلت لهم فين ما بغيتش صيفطوني كرو صيفطوني القنيطره مشيت القنيطره عند السي اللوزاني الله يرحمه طرش معاه دار معايا قال لي دخل تريني دخل تريني صافي دار مع مسؤولين قال لي نتا ورزق ديالو صافي بقيت كنتريني واحد شويه شي 12 يوم هكاك ولا 13 ما توصلتش بالفلوس ما توصلتش بالفلوس ديالي صافي زدت الساق ديالي كنت مشيت لدعان ومن تما كانوا عاود عيطوا لي فريق الجيش الملكي حيت كان عندي عقد معاهم ديال 5 سنوات كان سي مصطفى مديح الله يرحمه كان ولي تاتصل بيا وجيت عنده قلت له سي مصطفى انا ما يمكنش ما بقيتش قادر نكمل هنايا كان عليا داك الضغط ديال داك الشهر وديال الحبس وما لعبتش ديك السنه ما تمشكلت شويه قلت من احسن بغيت نمشي غير نرتاح شويه صافي هو خضر فيا ودار معايا ما تصنتش ليه قلت لي كان خاصني نمشي داك الوقيته هي ما كانش خاصني نخرج انا خرجت فريق الجيش الملكي خصوصا مع مدرب هو اللي لعبني اول مره غنلعب بروميان ديفيزيون هو اللي لعبني اول ماتش في حياتي ديالي ديك الساعه كنا دينا بطوله المغرب ما حسنيش اكادير الماتش الاخر كان هو اللي تاق فيا ولعبني وصافي سمعتيش ليه ما تسنتش ليه كانت ديك هي الغلطه بقيت ما كانش خاصني نخرج خرج بقيت باش كان خاصني نخرج ما خرجش درت غلط كبير وفين هيتي المشوار ديالك الرياضي فين ساليتي ساليتي ساليت في بزايو زايو هذا الزايو في الناضور تحمل شي شويه بريباراتور ما كنتش واحد كنت مع فريق بن حمد بريباريت معهم في بدايه السنه كنت معهم في المقابله الاولى كنا لعبنا في الكاره ربحناها من ورا المقابله الاولى براجه لك مع الكار الكار بن حمد ديربي تاعو ديربي كنت صافي من تما تصيفط مع المكتب وتسامحت مع الناس مع اللعابه كنت مشيت سامح كيتسامح كنت مشيت خديت تجربه اخرى اللي مشيت لتركيا واخا نتكلموا على التجربه التركيه ما مشيتيش بالغايه تلعب الكره لا ما مشيتش على الاساس باش نلعب الكره مشيت باش تحرك مشيت باش نقلب على راسي قلب على راسي ما لقيتش فرصه هنايا في المغرب ما كثرت المشاكل صافي كثر عليا داك الضغط ما لقيتش فرصه قلت احسن نمشي نغير ولكن كانت عندك تما سمعت كانت عندك شي فرصه انك تريني مع شي فريق وهذاك الفريق طلب منك انك تعاود ترجع عنده في تركيا في اسطنبول ما رجعتيش ما كنت دايز من تيران وشي وقتين في دوزيام ديفيزيون واحد الفريق في دوزيام ديفيزيون يعني شفت لعابه بنادم كي كادري سبوت صافي وانا ندخل عند المدرب هضرت معاه غير في اشاره قلت ليه شنو وريتو السي في ديالي جبت لي جوجل وليت وريتو السي في ديالي عاش معاهم واحد ربع ساعه قال لي غدا جي عندنا باش نتفاهموا معاك نجلسوا معاك نشوفوا شنو ندير وانا ديك العشيه كنت غادي نحرك ما رجعتيش ليه لا كنت مشيت كانت عندي رحله فيها 22 يوم كنت غادي على اليونان مشيت ما كتبش الله ما رجعتش ندمتي انك ما بقيتيش معاهم؟ ما ندمش ندمش بغيت نرجع وما ما قدرتش يعني انسان وخصوصا وما عندهم داكشي سيريو ماشي بحالنا يعني قال لك جي غدا خاصك تجي غدا شحال محاولة ديال الحريق درتي؟ 13 رحلة 13 رحلة فين كانت فيها؟ كانت على اليونان على بلغاريا كانت خلطة بزاف الوجهات المهم في اوروبا المهم في اوروبا كنت باغي نمشي لاوروبا ما يسرش الله وصلت لبلغاريا وصلت مقدونيا وصلت النمسا النمسا تعتقلتي في النمسا تعتقلت في النمسا ثلاث ايام ودوزتي واحد البركه في السجن ديال تركيا كما شدوني في الحدود دوزت 22 يوم 22 يوم 22 يوم في السجن ديال تركيا اش كدير فيه كتاكل كتفيق تعاون شويه لونطريمون راك عارف ما كتخرجش بزاف عندك 15 دقيقه في النهار اللي كتخرج فيها ماشي بحال السجن ديال بن حمد كنتي مخلوق شويه هو سجن غير هنا في المغرب كيعطيوك واحد شويه ساعه في الصباح ساعه في العشيه تما والو تما عندك ربع ساعه حيت كاين بنادم بزاف كاين بنادم مشدود بزاف كنخرجوا كل ديرو بوحده كلهم المحاولات 13 كلهم فشلوا ما كاين حتى شي محاوله اللي كلهم فشلوا الا المحاوله ديال النمسا اللي كانت شويه كانت ديك الشرطه الاخر ساعه ما يسرش الله والو
يعني ممكن تصنّي مسك تلعبي في تران في ما بغيش تمشي في أوروبا باش تمشي هي بلاصة بغيش تمشي لها كتمشي لها في أوروبا ما كتشعرش الله والناس اللي رافقوك في هذه الرحلة كانوا لعابة ولا غير مواطنين عاديين مغاربة اللي أكيد أنك ملي كتنقل في رحلة من رحلات ديال الهجرة السرية أكيد كتكونوا جروب نتوما ما كيكونش واحد ولا كتكون مرة 10 مرة 12 مرة على حساب كاينش بوحدك ما يمكنش تمشي بوحدك في رحلة ممكنش. ولا يمشيو جوج ما يمكنش جوج ممكن يمشيو ولكن بوحدك ما يمكنش تقدر توعد الله يحفظك تقدر توقع لك أي حاجة ما كاينش اللي غيجي يعشقك زعما ما يكون معك شي حد يقدر يحنفك ضروري تصل المخزن ولا شي حاجه اللي غادي يجيبها كتكون بوحدك شويه قاصح كنتي كتفكر الوالده دائما ما عمرني نسيش حاضره دائما ما عمرني نسيش الله يرحمها في هذا النار كتتصل بها كتقول لي انا لا الوالده شوفاش ديك الساعه انا صافي تدمرت مني مشات الوالده ديالي هذيك كانش بقاش عندك كيفاش غتجلس هنا صافي ساليت لي الحياه ديالي حيت كنت معلق بالوالده ديالي واحد الدرجه ديال كنخاف من ماشي كنخاف من كل بحال كنخاف منها يعني بحال قالت لي نسخط عليك ولا شي حاجه بحال كنخاف من دوك الحوايج كنت كنخاف من بغيت نتعلق بها بزاف وكانش عندي غير هي في حياتي اصلا كبرش معها غير هي لا خوت لا والو فهمتش كبرش معايا هي وكنت نتعلق بها بزاف ملي توفات لي يعني خلات لي واحد الفراغ كبير في حياتي يعني الوفاه ديالها ساهمت ايضا في توقف المسار ديالك هي والولد ديالي والصديق ديالي وانت كت في الديار ديال الغربه كتقلب على شي منفذ كيفاش انك تسوفي كما كنقولوا كنت كنشتغل تما جاوني فرص فهمتي فرص ديال الزواج فرص ديال بزاف د الحوايج اللي ما قدرتش حيت تما صافي الا تزوجت خصك تبقى تما وانا كنت اصلا خارج على هذا الاساس ديال ما غاديش نرجع كاع البلاد ما ترجعش المغرب صافي نهائيا كنت خارج على هذا الاساس ولدك ما يسترش الله ولدي توفى شوف فيري الله يرحمه والوالد انا فهادشي اللي قلت لك انا ديال الصديق والوالده والولد راه في ثلاثه تلقى في ثلاث ايام في ربع ايام هذيك نقطه سوداء لحد اثنين الاربعاء وانا ما قادرش لحد يونس لحد يونس اثنين الوالده الاربعاء ولدي الاربعاء الولد كان شويه قاصحه كانت قاصحه مي هادشي ديال الله سبحانه وتعالى وفي هاد الفتره هادي ما لقيتيش شي واحد يتكلم معاك يدير لك المورال يخرجك من هذاك النفق اللي انت فيه حيت دخلتي انت واحد النفق مظلم في هذيك الفتره وقررتي انك ما تبقاش تلعب كره وتتعاطى اشياء اخرى اللي بعيده على الحياه العاديه ديال الكويري كاين شي واحد من الاصدقاء ديالك عندك اصدقاء كثار عندك مؤثرين كثار كاين شي واحد منهم جلس معاك وقال لك اجي نجلسوا نهضروا اش خصك كذا هذا نساعدك كان شي مساعده من شي جهه صافي نقول لك انا الغلط اللي كنت كندير وكنت كنبدل النوامر بزاف التليفون كان كيمشي ليا بزاف اش كنبدل شي حاجه حنا راه ما جبناك هنا التليفون شحال من مره عيطت ما كيجاوبش ماشي غير ما كنسمعوش كان المشكل ديالي هو ديال التليفون كنت كنبدل النوامر بزاف هذا الشيء اللي خلاني حتى هو ما مشيتش في الكوره مزيان كانوا نهار كيبغيو يتصلوا بيا الفراقي كيلقاو النمره ديالي ما خداماش ماشي كنمشي نرجعها ولا شي حاجه صافي مشات وهذيك الوقيشه اللي جات انا كانت جاتني واحد الوقيشه بحال واحد الصدمه ما بقيتش قادر نتحمل هضره بنادم كاع ما بقيتش قادر نتحمل واش باغي غير نسد عليا غير باش كاع تلاقى مع بلادي وليت كناكل مره واحده في النهار يعني 10 شهور باش تاكل مره واحده في النهار ما ساهلاش كتشرب غير الماء غير السوائل صافي وخرجت للطريق شي عطيت شي حوايج اللي خايبه ما كانش خصني نعطاهم العائله ديالك ما تدخلوش في هادشي بحال ما عنديش عائله انا اصلا حدودي في الحياه ديالي بالعادي اصلا حدودي وحشومي محشومي ماشي مع كل شيء مع العائله ديالي مع شي انسان نقدر ندخل دارهم ما نقدرش دابا ندخل عند شي واحد لدارهم كاينين واحد الناس اللي قلال اللي دخلت دابا لحد الان الدار ديالهم ماشي كل شيء حتى في الجيش الملكي ما كانش عندك اصدقاء قراب لك في الفرقه كان عندي اصدقاء ولكن قلت لك المشكل في فريق الجيش الملكي كانوا عندي اصدقاء كانوا كيوريوني كنشكرهم من المنبر من بخالي العسكري عادي السراج كانوا دراري بقاله مش بارك الله جرموني كانوا دراري فهمتي في مستوى عصام راقي تيوي يعني كيشدك يهضر معاك كينقيلك ودنك وكتشي اللي كدير راه مزيان راه ما خدامش كانوا كيحضروك كانوا كيحضروك كيعاونوك بزاف د الحوايج يعني كتشوف الدراري كبر منك شنو كيديروا كتستافد يعني استفدنا معاهم الحمد لله بزاف د الحوايج والعلاقه ديالك معاهم بعد
من بعد كرة القدم بقى شي واحد كيتصلوا انا لا ما كتبدل النوامر فين يتصلوا اصلا كيسي صعب من الاخلاط اللي ارتكبتي هو انك وانت مع لي جون ديال لي فار كان جاك شي عرض من باريس سان جيرمان كنت لعبت شي دوري كان شي واحد تورنوا كدار كل مره كدار في بلاصه كان شي تورنوا لعبت في فرنسا وفي المغرب كان جاني واحد العرض من باريس سان جيرمان اللي كانوا الناس مكشب ما قبغوش يقولوا لي شد داز واحد الفتره اللي جاني خبر من واحد جهه اخرى قال لي ها الفاكس ديالك فهمتش مشيت لقاو معايا مشكل فهمتش مع الجهد والصغر انا باقي بغي يلعب الكره وكندخل منتخب وطني وكيعيطوا لي راك عارف سماسريه وروينه كيبقى يزمر لك بنادم في ودنك صافي مشيت جلست واحد شويه عاوتاني بقيت شي حساب شي شهر هكاك عيط لي سي جمال سي جمال كنحشارمو من هذا المنبر كان هو السبب ديالي تبديت مستوى مزيان في كرة القدم المغربية قلت لي صافي طلعت كنت درت واحد العملية في الإفار على باش يشوفوا واش عندي القلب ولا ما عنديش كيفاش عندك القلب؟ حيت كنت جلست شوية وجيت كانوا عندنا ماتشات ميكال ضد الوكرة ديك الساعة الوكرة كان باقي فيها مديح لا ماشي مديح كان فيها باقي كيلعبوا شيبو وبشعيب مباركي كنا لعبنا كونتر الوكرة شي ماتش ميكال كانوا جو هنا هما لعبنا كونتر الوكرة وكونتر الوداد كونتر حسنياش أكادير مشابع ثلاث أيام مشابع ديك الساعة أنا كنت جالس وجيت لعبت أريار دروا وماشي ديك اللعيبة لعبت أريار دروا باقي ما عنديش الحرفة غادي جاي شوية كليت العصب في القلب ديالي والطبيب كان شك فيا قال لي مشيت ندير تخطيط قال لي راه عندك القلب مشي ندوز عند طبيب قال لي راه عندك القلب بقاو عندك القلب مشيت ندوز له دوا درت عملية الحمد لله ما بقاو عندي والو صافي رجعت للفريق ديالي درتي عملية؟ درت عملية ما لقاو والو ما لقاو عندي حتى شي حاجة الحمد لله رجعتي ليفار كنت في ليفار مشيتيش للوكرة لا ما كانش جاني شي عرض من الوكرة انا صحبت الوكرة كنا لعبنا لكن لعبنا ماتش ميكال كونترا ديالنا كان الريتم شوية طالع من الكورة كانوا داروا هنا واحد المعسكر في المغرب ولعبوا مع مجموعة من الأندية المغربية علاش ما عندكش ديبلوم ديال التدريب انا دابا المشكل ديالي دابا المشكل ديال الديبلوم دابا لعاب ولا هادي ماشي غلطه ديالك حتى غلطه ديالهم لا ماشي ديالي ديالهم ديالهم المشكله دابا ولا خصك نيفو في القرايه باش تاخذ ديبلوم بكالوريا حنا ديك القيشه راك عارف كنا كنلعبوا غير كوره ما يمكنش غادي تقابل الكوره والقرايه دابا هذا هو المشكل انا المنبر ما كرهتش يتعاونوا معايا فهمتي شوفوا من حالي تعاونوا معايا في هذا الديبلوم هذا خاطرك هذا الدبلوم ديال دي ولا سي تبدا مع الفئات الصغرى غير الفئات الصغرى بعدا تكون عندك حتى واحد الدخل كتدخل فهمتي ماشي بحال جالس ما عندك لا دخل لا والو عندك شويه مشاكل فهمتي غير جالس ما عندك والو ماشي بحال عندك واحد الصالير قار كتجي كتفرغ داك الشيء مع داك الوليدات كتضحك معاهم تلعب معاهم يعني كيولي عندك جو كتبدل الحياه ديالك مي ماشي بحال دابا ما عندي مشاكل في حياتي واخا ما عنديش شي مشكل عندي غير راسي ولكن عندي مشاكل بزاف علاش ملي كنريح كنبقى نفكر كنقول دابا علاش الكره هكا دايره علاش ما نصفاتنيش علاش ما درتش واخا كنت اللي كتشوف لعابه لعبوا معاك وصلوا ياه لعبوا معايا لعابه وصلوا هو نيفو تبارك الله عليهم من الله يفار كانوا دراري بحال عصام الراقي بحال خالد العسكري بزاف الناس اللي لعبت معاهم في ليفار لعبت مع حميد ناطير لعبت مع زكريا عبو زكريا عبو مع عبد الصادق مع عبد السلوب مع اسمي شو مصطفى الشير اللي نور الدين بوبو لعبش معاه ان شاء الله مستوى لا في اخلاق لا في كل شيء تبارك الله عليه شحال تقريبا من مدرب دوسي في المسار ديالك دوس تبارك الله شي 20 دوس الحمد لله من الصامادي من بولاب حسينة غريسي عبد القادر الله يرحمه برازي فاضيل خالد قريشاش فاضيلي سي فاضيل سيدي فاضيل سي فاخر سي مصطفى مديح الله يرحمه هشام ادريسي عبد الله ادريسي مصطفى مديح سي محمد مديح سعيد شيبا حسن القريقي لا حسن اغني لا يا ربي حسن القريقي حسن القريقي سي سعيد صديقي واحد المدرب كان جا من تونس لعبش معايا في خنيفره دوس مدربين في مستوى 36 مدرب على عامري دوس بزاف كانوا مدربين وشكون المدرب اللي اثر فيك فالو كامل جواد الميلاني كان
كيبقى واحد بروبليم في مصر كنش مع المنتخب الوطني كون بقى واحد البروبليم هكا ماشي ديالي انا هو اللي قال لي دير ما درتش داك الشيء بغى يلصق فيا انا بقى واحد المشكل اللي كنا جينا للمغرب مشيت للدار جلست اسبوع رجعت لقيت هو المدرب اللي فاع تخيل معايا المدرب بقى لك معاه مشكل اسبوع اللي فات جيت لقاه فرق مشكل قال لك تاكلي على شي واحد شي تاكل كان واحد اللاعب اللي قال لي هذاك اللاعب راه شويه صعيب هكا ضربوه شويه شو خرجوا ولا شي حاجه قلت له دير مع المشكل راه ناخذ حمراء ولا هكا قال لي مشي سوقك صافي ودخلت في داك السيد ضرب شويه عاد شو مسكين وخرجنا انا وياه صافي وبداو مشاكل معاه تما فاش جيت ليه فالقيتو ولات كندير غير شي حركه ماشي هي هذيك اللي سردوش شنو الغلطه الكبيره اللي درتي في حياتك؟ حنا تكلمنا على الاغلاط هنا شنو الغلطه الكبيره؟ غلطات هما درت في حياتي غلطات بزاف لا رجعنا الكونتور زيرو بغيت تبدا من الاول شنو الحوايج اللي ما ديرش؟ الحوايج اللي ما نديرش هي ما نخرجش اعاره من فريق الجيش الملكي كان خصني نخرج في مره ولا ما نخرجش يعني كان خصني نخرج في مره ولا نمشي في حالي شي نمشي جات وصينا معايا واحد الكونترا انا كنتش مع ولا نسيني عامين بقيت 5 سنين الضعف شويه كونترا فرنسي وهكا الضعف شويه في قرايه الفرنسية اللغة الفرنسية كونترا ما كيترجموها لك ما والو كيعطيك عارف كتشيق في واحد الانسان دوزتي معاه وكتعرفو مزيان وكبرتي معاه وكبرك ويعني فهمتش كتشيق فيه كيجيب لك كونترا كتسينيها صافي كيقرا عليك هذاك الشيء اللي بغاه هو وشي الاخر صافي كتجي كتبقى تسيني اذا ندمتي على القراية تاعي قراية بزاف ندمش على القراية واخا كان عندي مستقبل في كرة قدم ندمش على القراية مسامح قبل ما نختموا هذه الحلقة بغينا كلمة منك كلمة أخيرة نداء رسالة وتكون فيها مسامح اسمع على مسمى الحمد لله مسامح الحمد لله مكرهتش الناس يتعاونوا معايا يشوفوا من الحال ديالي راعي ولي واحد شوية إنساني فهمش لكن احنا مسلمين وهكا مانيش أنا واحد كرايط أنا بحال عباد الله عشان قراصير عندي ديبلوم عندي واحد الشغل عندي سالير عندي شانا كيف ما الناس كيف ما العابر يدازو انا ما عنديش نيفو باش باكالوريا ديك القيشة ما كيناش باكالوريا فهمش لعب صعيب باش باكالوريا باش من هاد المنبر هادي يتعاونوا معايا على داك الدبلوم راه بغيت شي حاجه اخرى باش ما يتعاونوا معايا انا باش نبدل الحياه ديالي ونبدل بزاف الحوايج اللي كانوا سلبيين بغيت نرجعهم ايجابيين في الحياه ديالي ان شاء الله وهذا ما نتمناه النداء ديالك نتمنى انه يوصل لاذان القائمين على الكره المغربيه لان اللاعب في نهاية المطاف ديالو خص يكون مكون وهذا هو قدر اللاعبين السابقين بلاك نوصل لنهاية حلقتنا اليوم برنامجكم غلطة العمر نتلقى معكم في حلقة قادمة مع ضيف آخر وغلطة أخرى إلى ذلك الحين لكم مني ومن طاقم البرنامج طيب المنى إلى اللقاء